نفى وزير الداخلية مروان شرب الوجود أي معلومات عن تهديد محتمل لمبنى الإسكوا في بيروت، كما نفى ما نسبته إليه وكالة الصحافة الفرنسية عن تقاطع معلومات الأجهزة اللبنانية مع ما تلقاه الأمنيون المكلفون حماية الإسكوا عن احتمال تعرض المبنى لعملية تفجير بسيارة مفخخة، وأكد أن تشديد الإجراءات هو بطلب من مسؤولي المنظمة. حقيقة خيفانين كتير، وحتى الموظفين صاروا مرعوبين ونزلوا على الطوابق السفلية. أنا حاولت أني روقهم أنه الوضع مش هالقد، بس ما فيك تقنعيهم بالشكل اللي هن قلقين عليه وخايفين على وضعهم الأمني. هلا اتفقنا أنا وياهم على أساس أنه إحنا رح ناخذ الإجراءات الأمنية، بس هذه حتكون مؤقتة لأنه الطريق اللي بدنا نقطعها هي شليئا خيوي بالنسبة لمنطقة السوليدار تحت. ونفى وزير الداخلية أن يكون سؤل أو أنه رفض إعطاء معلومات عن هوية الجهة المهددة أو عن سبب التهديد. لا مش مزبوط هذا الكلام، أنا لا حدا سألني هيك ولا رفضت. وأكد أن الإجراءات المتخذة قد تتغير الاثنين. في خطة تانية؟ عم ندرسها هلأ، عم ندرسها، أي نعم في خطة تانية. وختم وزير الداخلية بالتأكيد أن سبب الخوف لدى موظفي الإسكوا هو من حصول اعتداء عليهم في بيروت مماثل لاعتداء نيجيريا.